خدي بالك، انا بالنسبه لي انا بقابل في اليوم 40 واحد عاوزين يمثلوا. لازم الناس تبقى فاهمه انا 40 واحد عاوزين يمثلوا. تفرقيهم من بعض ازاي؟ تعرفي ازاي بيبعتوا لي ده عايز يمثل ده يقدر يمثل وده ما يقدرش يمثل، بتفرقيهم من بعض ازاي؟ لا بصي، انا دايما الاول بشوفهم طبعا، بشوف اشكالهم، بشوف كلامهم لو حصل. بس انا على فكره اخترتي احمد عز ازاي؟ لا بس ازاي اخترته؟ من كاست كان هو بيعمل اعلانات وجابه لي عشان يعمل دور في كلام الليل. وانا في الحقيقه ما رفضته في الاول، لانه هو مش رفضته عشان حاجه، هو الولد شكله كان يجنن وكل حاجة، وكان بيبتدي ياخد كورسات. بس كان الدور هو مع يسرى، وانا كنت شايفه انه اصغر من يسرى بكتير. فقلت لا مش هينفع سنا، يعني مش هينفع سنا. وبعدين حصل ان يسرى جت قالت لي مين الراجل، كان في بوسه في الفيلم. فجت قبلها بيوم قالت لي مين الراجل اللي هيبوسني بكره، المشهد بتاع البوسه ده، ما انا مش اي حد، اي هتجيبي لي واحد؟ قلت لها لا اخترت لك واحد كويس. جبت الولد اللي انا كنت مختاره. ماشي قولي تاني كده. في دور في بوسه، انا هبتدي بقى بالبوسه بكره، المشهد بكره هنبتدي بالبوسه. ده كان فيلم ايه؟ كلام الليل. كلام الليل. فهي يسرى طبعا لما عارفه انه في مشهد فيه بوسه، يعني لو مثلا البوسه مع حميده، مع احمد زكي، مع خلاص ده هي عارفه الممثلين دول. بس ده واحد ما تعرفوش خالص، فبتسال مين الولد، مين الخطيبي في الفيلم اللي هيعمل اللي هابوسه. ما هي برضو مش عايزه، برضو مش عاوزه تتبس من اي حد. قلت لها انا اخترت لك واحد كويس. جاء الراجل شافته، هو كان بيمثل بس يعني مش معروف قوي. فقالت لهم اوكي. جات لي قالت لي انت اخترتي الراجل ده؟ قلت لها الشاب ده انت اخترتيه؟ قلت لها قالت لي انت بصيتي على اسنانه؟ قلت لها لا ما خدتش بالي. قالت لي لا بصي على اسنانه كويس، انا مش هابوس اسنانه كلها سوده. لا بس هو احمد عز كان، لا ما كانش احمد عز، اسمعيني ده التاني اللي بقول برضو التاني. احنا مش جايبين خلاص احمد عز، انا قلت ده صغير على يوسف. صغير على يوسف. فالمنتج كان حابب شكل احمد عز عشان ولد حلو مش عارفه ايه. فراح قال لي يسرى في واحد كان كويس قوي بس مدام ايناس قالت انه صغير. هو عشان شكله طبعا كان وسيم يعني. فجابت احمد عز قالت لي ده انا حبوسه، انما بتاع اللي انت مختاره ده انا مش حبوسه. اصلا لا يعني قالت لي انا بصي انت حكيتي الموضوع ده قبل كده في حته؟ مش عارفه بس بينا بنحكيه. انا مش سمعتوش قبل كده، دي اول مره اسمعه. فالمهم جبنا احمد عز، قلت لها احمد عز صغير يا يسرى وهيبقى شكله يعني انت اكبر منه وبتاع. قامت قالت لي مالكيش دعوه انا مش هبوس اي حد. وكان الدور صغير قوي، كان ثلاث مشاهد. يعني هو كان خطيبها ومسافر بره وهيرجع وهيقعد يومين ثلاثه، هيلاقيها كانت بتشتغل في بيت اداب وبتاع اتقبض عليها، بيمشي وبيسيبها. عمل الدور حلو، عمله حلو جدا. عمل الدور حلو وخلاص، والبوسه طلعت حلوه، والبوسه طلعت حلوه ومشي احمد عز من الفيلم وخلاص. وبعدين بقى راح اتعلم وبتاع، وجالي وقال لي انا عاوز اعمل فيلم، فعملت لنا بيه بعد كده مذكرات مراهقه. وشايفاه ازاي كممثل؟ بتشوفي اداؤه عامل ازاي؟ تطور جدا جدا. اولا هو كان، بصي احمد عز كان مجتهد جدا عشان يبقى ممثل. بالظبط. اولا هو كان بيشتغل في السياحه، في شركه سياحه، وكان بيعمل في الدفليهات يعني، كان موديل. وبعدين حيموت عاوز يبقى ممثل. يعني مركز، عمل عنده هدف، مركز عنده هدف، عاوز يمثل. راح يتعلم وراح اشتغل على نفسه، وبقى يقول لي طب، وانا اقول له اصل الدور اصل مش عارفه ايه، لانه لسه في الاول ما كانش متمكن قوي، وكان بعد كده اتمكن وكبر وعلي. لا احمد بجد بجد عمل مجهود كبير قوي على نفسه. بيتهموكي دايما، ودي خطيئة الغرور اللي احنا لسه فيها، انه انت دايما بتنسبي نجاح احمد عز ليكي. لا مش نجاحه، لا ما اقدرش انسب نجاح احمد عز ليا خالص. لو هو فاشل هيبقى فاشل ولا هيعمل اي حاجه. لا انا ممكن اكون اخترت ناس كتير قوي، لا انا دايما اقول هو كمل. يعني انا بس مش الانتساب، انا اكتشفته. لكن ما نجحتوش. ما انا ممكن اكتشف اي حد وما يكملش. بس على فكره هي كده يسرى اللي اكتشفته. عشان البوسه، عشان هو كده يسرى اللي هو طبعا في كلام الليل ما ظهرش، يعني ما بانش خالص. هو ظهر بقى ايام مذكرات مراهقه، وبعد كده الحقيقه عمل كمجموعه افلام كبيره قوي. بس انا ما اقدرش اقول ان انا نجحته. محمد رجب
وحمد رجب أيوة. كان معايا في أيوة. ونهند صبري. بس عاوز اقول لك انه هم نجحوا بايه. انا جبت فيلم ده اول ما نزل عمل بوم طبعا لانه جريء كان بالنسبه للوقت ده فيلم جريء جدا. بصي بقى عاوز اقول لك حاجه. الفيلم ده رغم ان ثلاثه جداد ما كانوش معروفين انا صرفت على الفيلم ده وعملته في منتهى الجمال كشكل وكصوره واتصرف على الفيلم كتير قوي وده اللي خلاهم يبقوا نجوم. لان انا كان ممكن اجيبهم واعمل بيهم فيلم مقاولات وعمره ما كان يطلعوا بس انا لاني اعتمدت على انه صح. عملته صح عشان وقدمتهم صح. فمن هنا انا كانت زينة اللي هتعمل دور هند صبري فعلا كانت المفروض زينة. وليه رفضت زينة في الاخر؟ لا ما رفضتش هو حصل مشاكل بقى قلناها كتير اياميها وكان في حاجات كده والمهم ما عملتش الفيلم يعني. طيب الخطيئة اللي جاية خطيئة الشهوة. الشهوة قولي وسؤالي ممكن هيكون صعب شوية عايزاكي تستحمليني. لا 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 ما يهمنيش. طيب. استحمليني استحمليني انت. لا انا مستحملاكي انا هستحملك. انا بس ما تزعليش استحمليني انت قولي.